أكدت منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصالات مع جهة الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة. وشددت المنظمة على أن لديها مخاوف عميقة بخصوص سلامة العاملين في القطاع الطبي والمئات من المرضى والمصابين ومنهم رضع على أجهزة التنفس. من ناحية أخرى، أكد مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط ريك برينل أن الأوبئة والأمراض آخذة بالتفشي في قطاع غزة، ولا سيما في المراكز الجمعية المكتظة، واصفا المشهد الصحي في قطاع غزة بالكارثية. In both Israel and Gaza, 70% of those killed are women and children.